قالوا لي بان الدونسي عندك راه هو هذاك راه كامل مره ما خاصها حتى شي حاجه فهمتي، كتسنى غير المرحله ديال التمويه هي اللي تسنى تتصل بك. هذا هو اللي كان ملي جيت كنسول على الدوسي ديالي هنا في لاسميت ديك النهار قال لك اودي الدوسي ديالك ما داش في لجنه التمويه. كيفاش؟ قال لك شوف مع الحاضنه الخطا ديال الحاضنه علاش ما داش في لجنه التمويه. من مدينه الدار البيضاء مشارك من برنامج فرصه. المشكل اللي كاين هو انا كنت تسجلت في برنامج فرصه في 2022 وسالت فرصة 2022 وما اتصلوش بيا حتى 2023 وبديت معاهم مراحل. كاين لجنة الانتقاء الوطنية كدوزك اللجنة الجهوية دزت فيها دزت في لونتخوتيان دزنا للتكوين راه عام وانت طلع وهبط. من بعد ملي دوزنا التكوين دزنا للتكوين الحضوري ومن بعد جينا قال لك جمع الوثائق باش تدوز صافي هنيئا لكم راكم وصلتوا للجنه التمويل غادي تجمعوا غير الوثائق ديالكم وديروا الصيغه القانونيه. درنا مقاول ذاتي قال لك ضروري من عقد كراء ولا وعد بالكراء. درنا وعد بالكراء جمعت الوثائق كاملين اللي دوفي كل شيء وبقينا تنتسناو من شهر 8 احنا دافعين الدوسي. من بعد تنتصلوا بالحاضنه لانكيباتور فهمتيني اللي مكلفاها برنامج فرصه ما بقاش مابقاوش كيجاوبوا. ملي جيت كنسول على الدوسي ديالي هنا في لاسميت ديك النهار قال لك اودي الدوسي ديالك ما داش في لجنه التمويل. كيفاش؟ قال لك شوف مع الحاضنه الخطا ديال الحاضنه علاش ما داش في لجنه التمويل. مشيت عاوتاني على الحاضنه واحد تيديك الواحد مشيت على الحاضنه قال لك اودي حنا راه كانوا عاطينا لوبجي ديال 300 دوسي غيدوز يلا وصلوا 200 دوسي. قال لك صافي ما تبقاوش تدخلوا لنا لي دوسي وحنا دابا كيفاش دابا حنايا شيطين شاط الدواسه شنو المشكل علاش ما غنتمولوش راه خاسرين زباله ديال الفلوس و بعدا كاين انا واصل شي 8000 درهم راه تكون الحضوري راه درناه في 16 انا في كازا ودرناه في 16 باش كدي بلاصة جيب هاد الورقة طلع هنا جي هنايا فهمتيني باش دير مقاول ذاتي ومقاول ذاتي بداو كيحسبوا علينا في الضرائب. انا دابا ثلاثة المرات وانا شي نخلص فهمتيني كتخلص كل 3 شهور 300 درهم وعندك الشيء اللي غديكلاري به من الدخل يعني راه كديكلاري بزيرو ولا تعطلتي غير شويه راه كتحسب عليك 100 درهم ديال الماجوراس فهمتيني يعني بقات التابعات ديال هادشي. واه واش غادي نقول لك انا درت وعد بالكراء واه ضروري بحال اقول انا درت مع السيد اللي غيكري ليا بحال قول عطيتو 2000 درهم ديال التصبيغ بحال قلت لي غنكري من عندك شهر باش ما يديرش معايا فهمتيني. الناس هنا راه داروا عقد بالكراء وبقاو بقاو واحد فيهم كيخلصوا في الكرا وما وفي الاخر كيقول لك ما غتستافدوا ما والو. الرسالة ديالنا حنايا راه مايمكنش ما كنتصورش راسي انا غنرجع شي خطوة للور فهمتيني راه نفسيانيا راه مرضنا راه يعني عايشوك في واحد الحلم فهمتيني وحنا راه حاملين المشاريع و الهدف ديالي هو كان بغيت نحقق الحلم ديالي وندير انا المقاولة ديالي فهمتيني يعني راه كنت غادي في واحد الطريق انا فهمتيني ومني اتصلوا بيا صافي وليت مركز غير في ماشي كنحس براسي انا ضعت ماشي جاوني فرص ديال العمل وداك الشيء وما فهمتيني ما بغيتش بقيت كنقول صافي راه غادي نتمولنا هذا البرنامج وغادي ان شاء الله غادي يكون خير و حتى في الاخر صدمونا وراه ما يمكنش غادي نسمحوا في حقنا. وصلنا للجنه التمويل ودزنا من المراحل كامله كيف ما تمولوا الناس الاخرين خصنا حنا نتمولوا راه ما يمكنش حيت الخطا ديالهم هما فهمتيني ماشي حتى ما يوعدوناش يعني ملي وصلتي لمرحله التمويل قال لك جمع دير الصيغه القانونيه وداك الشيء صافي انا ما غاديش تعاود عاوتاني تشطب عليها وتعاود عاوتاني فهمتيني
يعني ما كانش عليهم يتاخذوا هذه الخطوه هذه تياخذوا العدد المحدد كيف ما تيقول لك دابا حقا راه وصلنا ل 10000 ملف، ولكن خذوا هذاك ال 10000 ملف هما اللي تقول لهم جمعوا الوثائق وديروا 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 فهمتيني، ماشي تاخذوا العدد اللي بغيتوا وديروا بالشيط وصافي الشيء الاخر، راه حنا راه بنادم راه ماشي راه بشر ماشي راه ماشي سلعه ولا غادا تقول لي بدا تقول فوالا خاصني 10000 في لوبجي اجي نديروا 14000 و دايرين بحساب زعما كاين اللي غينسحب وهادي نديروا حنا 10000 ولا نسحبوا 2000 مولوا نتوما 8000 وما يبقاش شي واحد مضروب. الاسم احمد رشيد اللي جاي من مدينة الجديدة، مقاول في مجال البناء، من ضمن هاد الإخوان اللي احنا مستافدين من 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 فرصة، ووصلنا لواحد المرحلة اللي هي المرحلة ديال التمويل، وبحال اللي قلتي داكشي تبلوكا ملي كنتصلوا ب 55 44 ديال اللي هي الحاضنة، ملي كنتصلوا بهم كيقولوا لنا بأن تسناو تتعيط لكم التوفيق ولا ديك ولا الأمانة ولا هذه البنك اللي غادي الكونتاكت معكم هي اللي غتصل بكم، وبقينا كنتسناو تقريبا مده واحد 7 شهور وشنو دابا ما كاين حتى شي حاجه. حاليا دزنا في الاجراءات كامله، لي دوسي كامل مكمول، اتصلوا بينا قالوا لي بان الدونسي عندك راه هو هذاك راه كامل راه ما خاصها حتى شي حاجه فهمتي، كتسنى غير المرحله ديال التمويل هي اللي تسنى تتصل بك. هذا هو اللي كان المشروع ديالك واش كيداير كيكام؟ المشروع ديالي ديال البناء انا كنحي كنت كتسنى غير ديك الدفعه اللي غادي لا دابا لا ديجا بادي وكنشتغل دابا في حاليا دابا كنشتغل في 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 المجال ديال البناء فهمتي، غير انا بغيت داك التمويل باش نزيد من المشروع ديالي وكذا وصافي. كيعطيو اخويا 10000 درهم 10 مليون 10 مليون اللي كاتب لا ما توصلتش بها. شنو رسالتك؟ الرساله هي اللي جينا نوصلها اليوم حنا امام الوزاره باش يعطيو يقولوا لنا شنو كاين باش يوصلوا لنا داك التمويل ديالنا. الاخوه راه كلهم اللي كتشوفهم راه كلهم كل واحد منين جاي، كاين اللي جاي من جديده، كاين اللي جاي من كازا، من كاين اللي جاي من الرشيديه، ومن وجينا الاخوه مجموعين باش يشوفوا شنو كاين باش يعطيوهم داك التمويل ديالنا. هذا هو اللي كاين. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.